بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلاب المرحلة الثانوية الثالثة الثانوي القسم العلمي، هذه الحلقة المسجلة بالدروس التطبيقية خاصة لمدارس رواد اليمن النموذجية، رواد اليمن الدولية النموذجية. طيب، بدأنا في الوحدة الثالثة. قلنا الوحدة الثالثة تقسم المواد من حيث التوصيل للتيار الكهربائي إلى ثلاثة أقسام: مواد جيدة التوصيل، ومواد رديئة التوصيل، وأشباه الموصلات. وتطبيقات على أشباه الموصلات بدأنا في الوصلة الثنائية، وقلنا الوصلة الثنائية عبارة عن التحام بلورتين مختلفتين، إحداهما من النوع الموجب والأخرى من النوع السالب. الغرض منها تقويم التيار المتردد. طيب، نبدأ بالتطبيق الثاني اللي هو عبارة عن الترانزستور، أو نسميها الوصلة الثلاثية. طيب، ما هو تعريف الترانزستور؟ تعريف الترانزستور هو عبارة عن ثلاث بلورات، بلورتين متشابهتين في الطرفين، وبلورة مختلفة في الوسط، ويسمى كذلك بوصلة الساندوتش. هذا تعريف الترانزستور. طيب، ما هو الغرض من الترانزستور؟ طيب، نحن أخذنا الغرض من الوصلة الثنائية تقويم تيار متردد، تقويم نصف موجي. هنا الغرض من الترانزستور تقويم التيار المتردد، إذا ده هنا شبه ما بين الوصلة الثنائية والترانزستور، وتكبير الإشارات الكهربائية. ما هي الإشارات الكهربائية شباب؟ أبنائي الطلاب، الإشارات الكهربائية قدرة، تيار، جهد، وكمان توليد الإشارات اللي هي الموجات اللاسلكية، وكذلك الكشف عنها. طيب، استخدامات الترانزستور نفس استخدامات الوصلة الثنائية. يستخدم الترانزستور في جميع الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز، رادار، راديو، أقمار صناعية، صواريخ موجهة إلى غير ذلك. طيب، الوصلة الثنائية نوع واحد، بينما الترانزستور نوعان. النوع الأول NPN، إذا بلورتين متشابهتين في الطرفين، وبلورة مختلفة في الوسط. طيب، النوع الثاني PNP، إذا بلورتين متشابهتين في الطرفين موجبتين، والبلورة الوسطى سالبة. إذن الترانزستور نوعين، NPN بلورتين متشابهتين في الطرفين وبلورة مختلفة في الوسط. طيب، النوع الثاني PNP، بلورتين متشابهتين في الطرفين موجبتين، والبلورة الوسطى مختلفة. طيب، سي، ما أهم خاصية تتميز بها أشباه الموصلات؟ طيب، اللي هو عبارة عن تقويم التيار المتردد فقط. طيب، أنا ممكن أكون هذا السؤال على شكل صح وخطأ. أهم خاصية تتميز بها أشباه الموصلات تقويم التيار المتردد وتكبيره. لا، الوصلة الثنائية لا تكبر، وإنما أهم خاصية تربط الترانزستور بالوصلة الثنائية تقويم التيار المتردد. طيب، تركيب الترانزستور. يتركب الترانزستور من ثلاثة أقطاب، ما هو موضح بالشكل، قاعدة في الوسط، المشع أو الإلميتر أو الإنرجي اللي هو الباعث، والمجمع اللي هو الكوليكتر. إذن يتركب الترانزستور من ثلاثة أقطاب. أول حاجة شباب، أو القطب الأول، القاعدة. طيب، نصف القاعدة، ما هي القاعدة؟ هي أحد البلورتين الموجبة أو السالبة حسب نوع الترانزستور. إذا لاحظنا للنوع الـ NPN فالقاعدة موجبة، وإذا نظرنا إلى الترانزستور من النوع الآخر الـ PNP فالقاعدة هنا سالبة. إذن هي أحد البلورتين الموجبة أو السالبة حسب نوع الترانزستور. إذا كانت من النوع NPN فهي موجبة، وإذا كانت من النوع PNP فهي سالبة. طيب، حلو.
توجد في الوسط، في الوسط. إذن هي البلورة الوسطية التي توجد في الوسط. طيب سمكها صغير جدا، يعني مساحتها لو لاحظنا هنا مساحتها صغير. عدد الشوائب فيها قليلة جدا، والشوائب قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، قد تكون إلكترونات وقد تكون فجوات، قد تكون مطعمة بعنصر خماسي سالب إلكترونات، وقد تكون مطعم بعنصر ثلاثي موجب. طيب وتشبه الشبكة في الصمام الثلاثي، وتكون قريبة من الباعث وبعيدة عن المجمع. طيب مقاومتها عالية جدا. إذا دي اللي هي صفات القاعدة، بلورة موجبة أو سالبة، توجد في الوسط، مساحتها أو سمكها صغير جدا، عدد الشوائب فيها قليلة جدا، تشبه الشبكة في الصمام الثلاثي، وتكون قريبة من الباعث لكنها بعيدة عن المجمع، ومقاومتها عالية. طيب أشبه المقاومة من حيث الأسلاك، دائما الأسلاك السميكة مقاومتها صغيرة، والأسلاك الرفيعة مقاومتها عالية، لذلك القاعدة هنا رفيعة، سمكها صغير لذلك مقاومتها عالية. طيب الباعث، الباعث كذلك شباب هو عبارة عن أحد البلورتين الموجبة أو السالبة، برضو حسب نوع الترانزستور. فإذا عدنا بس لأنواع الترانزستور، الباعث إذا كان نوع بي إن بي فالباعث هنا موجب. طيب وإذا كان من النوع إن بي إن فالباعث هنا إيش؟ سالب. إذن هو أحد البلورتين الموجبة أو السالبة. طيب مساحته أو مساحة سطحه أقل من مساحة المجمع وأكبر من مساحة القاعدة. عدد الشوائب فيه كثيرة جدا، كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه يعتبر هو الإنرجي أو هو الإليميتر والباعث للفجوات أو الإلكترونات. مقاومته متوسطة ويشبه الكاثود في الصمام الثلاثي. طيب القطب الثالث اللي هو عبارة عن المجمع، والمجمع هنا نسميه كولكتر، والذي يجمع الشوائب يا إما إلكترونات يا إما فجوات. طيب برضو هو أحد البلورتين الموجبة أو السالبة حسب نوع الترانزستور. فإذا عدنا بس لأنواع الترانزستور هنا شباب، هلاحظ هنا هذا المجمع، المجمع في النوع NPN سالب، والمجمع هنا من النوع PNP فهو موجب. إذن هو عبارة عن أحد البلورتين، يا إما الموجبة يا إما السالبة. طيب مساحة سطحه أكبر من الباعث، وطالما أكبر من الباعث أكيد هو أكبر من القاعدة. عدد الشوائب فيه متوسطة، مقاومته صغيرة. ليش مقاومته صغيرة؟ لأن مساحته، إذن كلما كانت المساحة كبيرة المقاومة صغيرة، يعني عكس القاعدة، القاعدة سمكها صغير إذن مقاومتها عالية. ويشبه الآنود في الصمام الثلاثي. هذا بالنسبة أبناء الطلاب للمجمع وأقطاب الترانزستور. إذن أقطاب الترانزستور ثلاثة يا شباب، أبناء الطلاب أقطاب الترانزستور ثلاثة: قاعدة، باعث، مجمع. طيب هنا سؤال، إذا وضع بين يديك ترانزستور، يعني أدينا ترانزستور وضعنا بين يديك، كيف يمكن التمييز بين أقطابه الثلاثة؟ إذن الترانزستور شباب له ثلاثة أقطاب دائما وابدا، اللي في الوسط قاعده، القريب منها باعث، والبعيد منها مجمع. اذا تكون القاعده بعيده عن المجمع ولكنها قريبه من الباعث. طيب معنى الرمز الاصطلاحي للتيار في الترانزستور، الترانزستور نوعان، يا اما بي ان بي يا اما ان بي ان. طيب عندنا ترانزستور هنا بي ان بي، طيب اتجاه السهم للتيار من الباعث الى المجمع الى القاعده، من الباعث الى القاعده.
طيب اذا كان اتجاه التيار من الخارج الى الداخل، ما معنى من الخارج الى الداخل؟ من الباعث الى القاعده، هنا هذا هنا الباعث وهذا هنا القاعده، هذا هنا القاعده. طيب اذا كان اتجاه التيار من الباعث الى القاعده يكون الترانزستور من النوع بي ان بي. طيب هنا النوع الثاني، عندنا النوع الثاني شباب هنا اتجاه التيار من القاعده الى الباعث، يعني من الداخل الى الخارج حيخرج. اذا كان اتجاه التيار من الداخل الى الخارج حسب السهم، يعني من القاعده الى الباعث، من القاعده الى الباعث، يكون الترانزستور من النوع بي ان بي ان. اذا شباب اتجاه التيار من الباعث الى القاعده يكون الترانزستور بي ان بي. طيب اتجاه التيار من القاعده الى الباعث يكون ترانزستور من النوع ان بي ان. طيب هذه الحلقه مسجله لرواد اليمن الدوليه والخاصه بطلاب الثالث. طيب عندنا طرق توصيل الوصل الثنائيه. قلنا نوصل الوصل الثنائيه بطريقتين، طريقه توصيل امامي وطريقه توصيل خلفي. طيب الترانزستور ممكن اوصله بثلاث طرق، اذا عندي طرق توصيل الترانزستور في الدوائر الكهربائيه. يوصل الترانزستور في الدوائر الكهربائيه بثلاث طرق، خلي بالك الوصل الثنائيه بطريقتين، وهذا هنا فرق ما بين الوصل الثنائيه والترانزستور. لكن يوصل الترانزستور في الدوائر الكهربائيه بثلاث طرق. اولا رقم واحد التوصيل الامامي. طيب هناخد ترانزستور من نوع بي ان بي. طيب هنلاحظ يا شباب الباعث موجب والقاعده سالب، هنا المجمع وما نوصلش المجمع، نخلي المجمع لوحده. حوصل الان الباعث مع القاعده توصل امامي. كيف توصل امامي شباب؟ الباعث موجب، اذا حيتصل بالقطب الموجب. القاعده سالبه، حنوصلها بالقطب ايش؟ بالقطب السالب. اذا حنقدر نقول عند توصيل ترانزستور من النوع بي ان بي توصيلا اماميا، بحيث يتصل الباعث بالقطب الموجب للبطاريه. طيب هنا طبعا عندنا فجوات موجبه، حتتنافر الفجوات الموجبه التي في الباعث مع القطب الموجب وتتجه نحو القاعده. هذا الأمر عند توصيل ترانزستور من النوع بي ان بي توصيلا اماميا، بحيث يتصل الباعث بالقطب الموجب للبطاريه، تتنافر الفجوات الموجبه التي بالباعث مع القطب الموجب للبطاريه وتتجه نحو مين؟ نحو القاعده. طيب وبعدين وتوصل القاعده بالقطب السالب، القطب السالب للبطاريه. طيب ايش اللي حيحدث؟ القاعده سالب فيها الكترونات. طيب تتنافر الالكترونات التي بالقاعده مع القطب السالب للبطاريه وتتجه نحو مين؟ الباعث، يعني حتروح نحو الباعث. طيب هنا الجهد الحاجز هنا حيقل ما بين القاعده والباعث. طيب حيمر تيار ضعيف. طيب ليش مر تيار ضعيف؟ نرجع شباب للقاعده، سمك القاعده صغير، هذه الاسباب جدا، عدد الشحنات او الشوائب فيها قليله جدا، والتيار يتناسب تناسبا طرديا مع عدد الشوائب. نحن اخذنا التيار تاب شحنه على زمن. طيب انا ممكن هنا نركب التعليل او ممكن اعمل نسخ خطأ. طيب انا حاجه اقول سين عند توصيل الباعث مع القاعده في الترانزستور توصيل امامي فانه يمر تيار ضعيف. طيب ليش؟ ارجع لاسباب القاعده، سمك القاعده صغير جدا، هذا السبب الاول. السبب الثاني عدد الشحنات او الشوائب فيها قليله. طيب والتيار قلنا يتناسب تناسبا طرديا مع عدد الشحنات.
طيب انا ممكن اقلب هذا السؤال ابناء الطلاب على شكل صح وخطا. حاقول ضع علامه صح او خطا عند توصيل الباعث مع القاعده في الترانزستور توصيل امامي فانه يمر تيار عالي. غلط. فانه لا يمر تيار، غلط، وانما يمر تيار ضعيف. طيب التوصيل الثاني توصيل خلفي، ناخذ نفس الترانزستور، نفس الترانزستور. طيب بس هنا ممكن نقلب الاقطاب. عندنا هنا الباعث موجب حيتصل بالقطب السالب، والقاعده سالبه حتوصل بالقطب ايش؟ الموجب. طيب الباعث هنا فيه فجوات موجبه، فعندما يتصل الباعث مع القطب السالب الفجوات تتجه مع القطب السالب بسبب التجاذب، والقاعده سالبه نوصلها بالقطب الموجب. طيب القاعده فيها الكترونات، وهنا عندي قطب موجب، حتتجه او تتجاذب الالكترونات التي في القاعده مع القطب الموجب، ولا يمر تيار، ولا يمر تيار، او يمر تيار ضعيف جدا ولا حكم عليه. اذن عند توصيل ترانزستور من النوع PNP لابد احدد نوع الترانزستور، توصيل خلفيا او عكسيا بحيث يتصل الباعث، لاحظ، بالقطب السالب للبطارية، تتجاذب الفجوات الموجبة التي بالباعث، فينا فجوات موجبة بالباعث، حتتجاذب مع القطب السالب بسبب اختلاف الشحنات. طيب وتوصل القاعدة بالقاعدة، وتوصل القاعدة بالقطب الموجب، القاعدة فيها الكترونات وهنا قطب موجب، حتتجاذب الفجوات الموجبة، وتوصل القاعدة بالقطب الموجب للبطارية، تتجاذب الإلكترونات التي بالقاعدة مع القطب الموجب للبطارية، يزداد الجهد إيش؟ الحاجز، وتزداد المقاومة النوعية للترانزستور. إذا زاد الجهد الحاجز، طيب إذا زاد الجهد الحاجز هل يؤدي إلى مرور تيار؟ لا. إذا مما يؤدي إلى عدم مرور تيار كهربائي، طيب وهذا ممكن نقول علم عند توصيل عند توصيل الباعث بالقاعده في الترانزستور توصيل خلفي لا يمر تيار، او اوصل القاعده مع المجمع للاختيار، اوصل القاعده مع المجمع توصيل خلفي، طيب هل حيمر تيار؟ طبعا لا، الاجابه بسبب زياده الجهد الحاجز وزياده المقاومه النوعيه. طيب ابنائي الطلاب ممكن نقلب السؤال التعليل على شكل صح خطا. طيب ضع علامة صح خطا عند توصيل الباعث مع القاعدة او بالقاعدة في الترانزستور توصيلا خلفيا يمر تيار عالي. طبعا الاجابة غلط او خطا، لا يمر تيار، والتفسير او السبب بسبب زيادة الجهد الحاجز. طيب أبنائي الطلاب المرحلة الثانوية القسم العلمي، هذه الحلقة مسجلة لرواد اليمن الدولية النموذجية. طيب الآن التوصيل الثالث، التوصيل بواسطة القاعدة المشتركة، والتوصيل حيبقى أمامي خلفي مع بعض. طيب أوكي، إذا هنا نجي شباب نشرك الباعث والقاعدة والمجمع، هذا يا شباب هنا الباعث والقاعدة والمجمع نوصلهم مع بعض ببطارية. طيب الباعث موجب حيتصل بالقطب الموجب، طيب هنا القاعدة سالبة حتتصل بالقطب السالب، هذا حيصبح توصيل أمامي ما بين الباعث والقاعدة. طيب اذا حنوصل شباب التوصيل بواسطه القاعده المشتركه، كان القاعده حتصبح مشتركه ما بين الباعث والمجمع،
فالباعث موجب هنوصله بالقطب الموجب. القاعدة سالب هنوصلها بالقطب السالب. إذا أصبح توصيل أمامي ما بين الباعث والقاعدة. طيب نلاحظ يا شباب المجمع ده المجمع. المجمع بي بوزيتيف موجب هيتصل بالقطب السالب. والقاعدة هتتصل بالقطب الموجب. إذا هيصبح التوصيل ما بين القاعدة والباعث أمامي، والتوصيل ما بين القاعدة والمجمع توصيل خلفي. طيب هنقول عند توصيل ترانزستور من النوع بي ان بي توصيلا اماميا خلفيا، بحيث يتصل الباعث مع القاعده توصيل امامي، والمجمع مع القاعده توصيل خلفي. طيب تتصل البطاريه ايش؟ الان خلي بالك الموجب مع السالب، موجب مع سالب، وسالب مع موجب. اذا حيصبح التوصيل على توالي، توصل على توالي. طيب يتولى طالما توصل على توالي اذا شدة التيار لا تتجزأ تظل ثابتة. طيب يتولد مجال كهربائي عالي بين الباعث وبين المجمع. ليش بين الباعث والمجمع؟ لان الباعث سمكه كبير، مساحته كبير. ويمر تيار عالي من الباعث الى المجمع. طيب إذا حيمر التيار العالي من الباعث إلى المجمع، من الباعث إلى المجمع، ويسمى تيار الباعث تيار حاكم، وتيار المجمع بالتيار إيش؟ المحكوم. إذا يسمى تيار الباعث بالتيار الحاكم، وتيار المجمع بالتيار المحكوم. تعلم ليه؟ علم يسمى تيار الباعث بالتيار الحاكم، وتيار المجمع بالتيار المحكوم. لأن تيار الباعث يتحكم بتيار المجمع. طيب أو لأن شحنات أو شوائب الباعث تتحكم بشوائب المجمع. طيب ويمر تيار ضعيف في القاعدة، نفس السبب الأول، نفس السبب الأول. لماذا يمر تيار ضعيف في القاعدة؟ لأن سمك القاعدة صغير، عدد الشوائب فيها قليلة جدا، والتيار يتناسب طرديا مع عدد الشوائب. اذا هنا يا شباب عندنا علل يسمى تيار الباعث بالتيار الحاكم، وتيار المجمع بالتيار المحكوم، لان تيار الباعث يتحكم بتيار المجمع. نفس الاجابه السابقه. طيب ممكن نيجي نقول علل برضه نفس التعليل مرور، وذا جاء اختبار في احدى السنوات الوزاريه، مرور الجزء الأكبر من تيار الباعث باتجاه تيار المجمع بدلا من مروره باتجاه القاعدة في الترانزستور من النوع PNP. طيب أقول الإجابة لأن تيار الباعث يتحكم بتيار المجمع. طيب لماذا لا يمر في القاعدة؟ لأن سمك القاعدة صغير، نفس الأسباب، وعدد الشوائب فيها قليلة جدا اللي هي الشحنات. طيب بعد ذلك يا شباب حيبقى عندي هنا حسب قانون كيرشوف تيارات داخلة يتساوي تيارات خارجة. إذا حيبقى تيار الباعث تيار داخل، وحيتجزأ تيار الباعث إلى القاعدة وإلى المجمع. جزء صغير حيمر في القاعدة لنفس الأسباب السابقة، وجزء كبير حيمر في المجمع. طيب ووفق قانون كيرشوف حيبقى تيار الباعث حيتجزأ إلى تيار قاعدة وتيار مجمع. إذا نجمع مجموع التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة. إذا التيارات الداخلة تيار باعث، والتيارات الخارجة قاعدة ومجمع. إذا تيار قاعدة وتيار مجمع. طيب حيبقى القانون تاء إي تاء تيار، والإي تيار باعث، يساوي تاء البي تيار القاعدة زائد تيار السي اللي هو تيار المجمع. ومن هذه العلاقة ممكن نحسب تيار القاعدة وممكن نحسب تيار المجمع. نحول إحداهما إلى الطرف الآخر بإشارة مخالفة. طيب ممكن نأخذ تمرين أو تمارين عامة. رقم واحد
إذا كان تيار القاعدة 5 ملي أمبير، إذا كان تيار القاعدة 5 ملي أمبير وتيار المجمع 95 ملي أمبير، احسب تيار إيش؟ البعث. طيب الجواب نكتب المعطيات، تيار القاعدة 5 ملي أمبير، تيار المجمع 95 ملي أمبير، وحدة القياس واحدة، ملي ملي لا نحول. طيب أحسب مين؟ تيار الباعث. طيب عندنا القانون تيار الباعث يساوي تيار القاعدة زائد تيار المجمع. طيب تيار القاعدة 5 ملي، تيار المجمع 95 ملي. طيب اجمع 95 زائد 95 5 زائد 95 حيصبح تيار الباعث يساوي 100 ملي أمبير لا نحول لأن وحدة القياس واحدة. طيب معنا التمرين الثاني، تمرين رقم 2. ممكن أنا أخلي هذا السؤال على شكل اختار أو على شكل صح وخطأ. إذا كان تيار الباعث 50 ملي أمبير وتيار المجمع 47 ملي أمبير، إذا وحدات القياس ملي أمبير وملي أمبير لا نحول، وحدة القياس واحدة. احسب تيار إيش؟ تيار القاعدة. طيب الإجابة نكتب معطيات شباب، تيار الباعث 50 ملي أمبير، تيار المجمع 47 ملي أمبير، المطلوب مننا تيار إيش؟ تيار القاعدة اللي هو المطلوب. طيب نطبق القانون الأصل، تاء الباعث الإي يساوي تيار القاعدة تاء بي زائد تيار المجمع اللي هو التأسي. طيب الآن يا شباب حننقل التاء السي إلى الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، حيصبح قانون تيار القاعدة يساوي تيار المجمع ناقص تيار القاعدة، المجمع ناقص تيار المجمع. طيب حيبقى عندي الآن يا شباب اطرح 50 ناقص 47 حيبقى تيار القاعدة 3 ملي أمبير ووحدة القياس واحدة لا نحول. إذا كانت وحدات القياس واحدة تبقى وحدة القياس كما هي، إذا تيار القاعدة 3 ملي أمبير. طيب باقي قلنا الترانزستور الغرض منه تقويم وتكبير الإشارات الكهربائية، والإشارات الكهربائية 3 أنواع، تيار وجهد وقدرة، ويولد الموجات اللاسلكية ويبحث عنها. الآن معانا التضخيم والتكبير بواسطة الترانزستور، إذا حنضخم حنكبر التيار وحنكبر فرق الجهد وحنكبر القدرة، ويمكن التضخيم والتكبير للإشارات الكهربائية في الترانزستور بثلاث طرق، لأن الترانزستور له ثلاثة أقطاب، قاعدة باعث مجمع، إذن يمكن التكبير بواسطة القاعدة المشتركة. ثانيا التكبير بواسطة الباعث المشترك. ثالثا التكبير بواسطة المجمع المشترك. طيب عندنا ثلاث طرق للتكبير، تكبير بالقاعدة المشتركة، تكبير بالباعث المشترك، تكبير بالمجمع المشترك. طيب نحن حندرس التكبير الأول بالقاعدة المشتركة، التكبير الثاني بواسطة الباعث المشترك. إذا سوف يتم دراسة التكبير بواسطة القاعدة المشتركة والباعث المشترك. طيب التكبير بواسطة القاعدة المشتركة ذي دائرة القاعدة المشتركة، وحنستخدم ترانزستور طيب
هنستخدم ترانزستور من النوع PNP. لماذا؟ لأن اتجاه التيار من الباعث إلى القاعدة، هيبقى الترانزستور PNP. طيب هنلاحظ الآن شباب للتكبير بواسطة القاعدة المشتركة هنستخدم ترانزستور من النوع PNP. لماذا؟ حسب اتجاه التيار، لأن التيار من الباعث إلى القاعدة. طيب أول حاجة نوصل الترانزستور توصيل أمامي خلفي. طيب كيف أمامي خلفي شباب؟ عندنا الباعث حيتصل بالقطب الموجب، الباعث موجب ويتصل بالقطب الموجب، إذا أمامي. طيب القاعدة تتصل بالسالب، حلو، إذا القاعدة مع الباعث أمامي. طيب هنلاحظ شباب المجمع موجب اتصل بالقطب السالب، والقاعدة سالب اتصلت بالقطب ايش؟ الموجب. إذا حيصبح توصيل أمامي بين الباعث والقاعدة، وتوصيل خلفي بين المجمع والقاعدة. إذا رقم واحد يوصل الترانزستور توصيل أمامي خلفي كما هو موضح بالشكل. قاعدة باعث أمامي، قاعدة مجمع خلفي. طيب بعدين لو لاحظنا يا شباب الإشارة الداخلة، للإشارة الداخلة من أين دخلت؟ من الباعث. ومن أين خرجت؟ هذه إشارة الخارج، خرجت من المجمع. إذا توضع الإشارة الكهربائية، توضع الإشارة الكهربائية الداخلة بين الباعث والمجمع، فيسمى تيار الباعث بتيار الدخل أو الداخل، وتيار المجمع بتيار الخارج أو بالتيار الخارج أو بتيار الخروج. طيب فيسمى تيار الباعث بتيار دخل، وتيار المجمع بتيار الخارج. طيب لو لاحظنا يا شباب من الرسم، لاحظ اتجاه تيار الباعث في نفس اتجاه تيار المجمع، زاوية الطول كام؟ خلي بالك، اتجاه تيار الباعث مع اتجاه تيار المجمع، يعني زاوية الطول ما بين الإشارة الداخلة والإشارة الخارجة حتساوي صفر. طيب لماذا؟ لأن اتجاه تيار الباعث في نفس اتجاه تيار المجمع، في اتجاه واحد. طيب معانا مزايا الدائرة، مزايا الدائرة بواسطة القاعدة المشتركة. طيب مزايا التكبير بواسطة القاعدة المشتركة، عندنا معامل تكبير التيار، هذا رقم واحد. نحن عندنا تيار الخرج أو الخروج أو الخارج على تيار الدخل. طيب من هو التيار الخارج؟ تيار مجمع. طيب من هو التيار الداخل؟ تيار باعث. إذن حيبقى تاء السي على تاء الإي، تيار مجمع على تيار قاعدة. طيب وهذا دائما وابدا اقل من الواحد الصحيح، اقل من الواحد الصحيح. طيب لماذا؟ خلي بالك، سمينا تيار المجمع تيار محكوم، وتيار باعث بتيار حاكم، إذن لان تيار الباعث اكبر من تيار المجمع، فنقسم حاجه صغيره على حاجه كبيره المقدار يقل. وانا ممكن هنا اقول معامل تكبير التيار بطريقه القاعده المشتركه اقل من الواحد. علم، لأن معامل تكبير التيار إجابتين لدي، لأن معامل تكبير التيار يتناسب عكسيا مع تيار الدخل أو الداخل الباعث. من هنا معامل تكبير التيار يتناسب عكسيا مع تيار الداخل أو تيار الباعث، والتناسب العكسي واحد يزداد والآخر يقل. الإجابة لأن معامل تكبير التيار يتناسب عكسيا مع تيار الدخول، أو تيار الدخول أو الداخل أكبر من التيار الخارج، وده معامل تكبير التيار. طيب القانون الثالث، معانا معامل تكبير الجهد، لأن كل الإشارات الكهربائية ثلاث، تيار وجهد وقدرة. إذا كبرنا التيار، الآن نكبر الجهد شباب برضه بنفس الطريقة. معامل تكبير الجهد هو الجهد الخارج على الجهد الداخل، إذا جهد الخرج على جهد الدخل، حيصبح جهد الخرج
جهد مجمع، وجهد الدخل اللي هو عبارة عن جهد باعث هيصبح جيم المجمع السي على جيم الباعث الإي. طيب الجهد نحن نعرف من الوحدة الثانية هو عبارة عن تيار في مقاومة. طيب وهنا برضو تيار في مقاومة، إذا تيار المجمع في مقاومة المجمع على تيار الباعث في مقاومة الباعث، وده يعطينا هنا متوسط أو كبير نسبيا. طيب معامل تكبير القدرة الآن، نكبر الآن القدرة، والقدرة معامل تكبيرها إذا عبارة عن معامل تكبير تيار في معامل تكبير الجهد. طيب معامل تكبير التيار قلنا تاء السي على تاء الإي. طيب ومعامل تكبير الجهد تاء المجمع في مقاومة المجمع على تاء الباعث في مقاومة الباعث. طيب نضرب تاء في تاء، تاء تربيع السي يعني مربع تيار المجمع، وتاء في تاء برضه تيار في تيار تاء تربيع الباعث في مقاومة الباعث، وهذا هنا طبعا متوسطة أو قيمته متوسطة. إذا كبرنا التيار وكبرنا الجهد وكبرنا القدرة بواسطة القاعدة المشتركة، فوجد أن تيار معامل تكبير التيار أقل من الواحد، ومعامل تكبير الجهد تقريبا متوسط، ومعامل تكبير القدرة كذلك متوسط. طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية التكبير بواسطة الباعث المشترك. طيب هنلاحظ هنا ذا الباعث وذي القاعدة وذا المجمع، إذن الباعث في الوسط، الباعث في الوسط، وحناخذ ترانزستور من النوع بي ان بي، فحيبقى اتجاه التيار من الباعث إلى القاعدة، اتجاه التيار من الباعث إلى القاعدة، فإذا كان اتجاه التيار من الباعث إلى القاعدة يبقى الترانزستور بي ان بي. طيب أولا شباب لو لاحظنا إلى الشكل، توضع الإشارة الكهربائية، خلي بالك توضع الإشارة الكهربائية بين القاعدة والمجمع، إذا دي إشارة خارج ودي إشارة دخل، من أين دخلت؟ من القاعدة، ومن أين خرجت؟ خرجت من المجمع، إذا الخروج في دائرة واحدة. لو رجعنا للدائرة السابقة، لو رجعنا للدائرة السابقة قلنا توضع الإشارة الكهربائية الداخلة بين الباعث والمجمع، إذا المجمع هنا خرج. طيب وهنا المجمع خرج. طيب الدائرة الثانية، الدائرة الأولى هنا الدخل باعث والخرج مجمع، هنا نربط بين الاثنين. هنا الإشارة الداخلة من أين دخلت؟ من القاعدة، ومن أين خرجت؟ من المجمع، إذا يسمى تيار الدخول بتيار قاعدة وتيار خروج بتيار مجمع، إذا الخرج واحد. إذا توضع الإشارة الكهربائية الداخلة بين القاعدة والمجمع فيسمى تيار القاعدة بتيار دخول، الدخول بتيار القاعدة، وتيار المجمع بتيار الخرج، إذا تيار الخروج هو تيار المجمع. طيب لو لاحظنا يا شباب من هنا من السهل، هتلاحظ يا شباب أن اتجاه تيار القاعدة يعاكس اتجاه تيار المجمع، خلي بالك ذا في هذا الاتجاه وذا هنا في هذا الاتجاه، إذا زاوية الطور بينهم كام؟ 180 درجة، لماذا؟ لأن اتجاه تيار القاعدة يعاكس اتجاه تيار المجمع. إذا زاوية الطور بين الإشارة الداخلة والإشارة الخارجة 180 اللي هي باي، فتكبر الإشارة مباشرة الجهد والتيار والقدرة. طيب إذا أغلب الدوائر شيوعا في الاستخدام هي ذات الباعث المشترك، لماذا؟ علم، لأن الدائرة الوحيدة التي يكون فيها تكبير معاملات أو معاملة التكبير عالية جدا، وهي الطريقة الوحيدة التي تعكس فيها زاوية الطور. كيف عكسنا زاوية الطور؟ خلي بالك دخل من خرج من دخل من الموجب وخرج من السالب، هنا دخل من السالب
وخرج من الموجب. اذا زاويه الطول بينهم 180 درجه. طيب معانا يا شباب مزايا التكبير بواسطه الباعث المشترك. طيب معامل تكبير التيار يساوي التيار الخارج على التيار الداخل، تيار الخرج على تيار الدخول. طيب الخرج من هو؟ تيار مجمع. والدخل من هو؟ تيار قاعدة. إذا الفرق ما بين الدائرتين الدخول. إذا كانت قاعدة مشتركة الدخول لها باعث، وإذا كان باعث مشترك الدخل لها قاعدة. إذا هيبقى تاء السي على تاء البي، وده بيبقى أكبر من الواحد. أكبر من الواحد. طيب أعلن ليش أكبر من الواحد؟ لأن تاء السي أكبر من تاء البي، أو معامل تكبير التيار بواسطة الباعث المشترك أكبر من الواحد. أعلن هنا الإجابة، لأن معامل تكبير التيار يتناسب عكسيا مع تيار القاعدة. تيار القاعدة صغير، إذا معامل تكبير عالي. تيار قاعدة صغير، معامل تكبير عالي. طيب ممكن ناخذ هذا السؤال يا شباب؟ سؤال أعزائي أبناء الطلاب، علم وجاء في 2008. إيش قال التعليم؟ معامل تكبير التيار بواسطة الباعث المشترك عالي. معامل تكبير التيار بواسطة الباعث المشترك عالي. الإجابة، لأن معامل تكبير التيار يتناسب عكسيا مع تيار القاعدة. تناسب عكسي، تناسب عكسي. أو في إجابة أخرى شباب، أي أقول لأن تيار المجمع أكبر من تيار القاعدة، البسط أكبر من المقام. وعندما نقسم حاجة كبيرة على حاجة صغيرة إذا المقدار يزداد. طيب وهذه الميزة الأولى. طيب معنا معامل تكبير الجهد. معامل تكبير الجهد، جهد الخارج أو الجهد الخارج على الجهد الداخل. طيب من هو الجهد الخارج؟ جهد مجمع. ومن هو الجهد الداخل؟ اللي هو جهد القاعدة. يعني حيصبح عندي جهد السي على جهد البي. جهد السي على جهد البي. طيب الجهد اللي أخذنا في الوحدة الثانية عبارة عن تاء السي في ميم السي، وتاء البي على ميم البي، وهذا حيصبح عالي جدا. يصبح عالي جدا. طيب يبقى معانا معامل تكبير القدرة. معامل تكبير القدرة هي عبارة عن معامل تكبير التيار في معامل تكبير الجهد. معامل تكبير التيار في معامل تكبير الجهد. طيب معامل تكبير التيار تاء السي على تاء البي. اوكي، في معامل تكبير الجهد تاء السي في ميم السي على تاء البي في ميم البي. طيب اذا نضرب تاء السي في تاء السي تاء تربيع السي. طيب وفي ميم السي على تاء تربيع في تاء، تاء في تاء، تاء تربيع السي في ميم السي، وده حيصبح هنا برضه عالي جدا. اذا معامل تكبير، معامل تكبير التيار بالباعث المشترك عالي. معامل تكبير الجهد بالباعث المشترك عالي. معامل تكبير القدرة بالباعث المشترك برضو عالي جدا. إذا كأن الباعث المشترك يكبر تيار ويكبر مجمع، أو يكبر جهد ويكبر قدرة. طيب أين أفضل؟ دائرة القاعدة المشتركة أم دائرة الباعث المشترك؟ علم، ويفضل استخدام دائرة الباعث المشترك لتكبير الإشارة الكهربائية. علم لماذا؟ لأن معاملة التكبير للتيار فيها عالية وجدا، وزاوية الطور ما بين الإشارتين الداخلة والخارجة حتساوي 180 درجة. طيب وده سؤال عن 2005، يفضل استخدام دائرة الباعث المشترك لتكبير الإشارة. لماذا؟ لأن معامل تكبير التيار بالباعث المشترك أو فيها عالي جدا، وزاوية الطور بين الإشارتين الداخلة والخارجة 180 درجة. إذا نفضل التكبير بالباعث المشترك. طيب هنا عندنا جدول مقارنة. جدول مقارنة بين دائرة القاعدة المشتركة
والباعد المشترك، نعمل جدول. طيب ده هنا اسم الدائرة، دائرة القاعدة، دائرة الباعث. هنا معامل تكبير التيار، معامل تكبير الجهد، معامل تكبير القدرة، مقاومة المدخل، مقاومة المخرج، زاوية الطور، تيار الخرج، تيار الدخل. طيب لو رجعنا للدرس شباب، معامل تكبير التيار بالقاعدة المشتركة أقل من كام؟ أقل من واحد. طيب معامل تكبير التيار بالباعث المشترك أكبر من واحد. طيب معامل تكبير الجهد بالقاعدة المشتركة عالي، ومعامل تكبير الجهد بالباعث المشترك عالي جدا أكبر. طيب معامل تكبير القدرة بالقاعدة المشتركة متوسطة، ومعامل تكبير القدرة بالباعث المشترك عالية جدا جدا. إذن خلي بالك، معامل تكبير التيار أقل من واحد في القاعدة، وفي الباعث أكبر من واحد. معامل تكبير الجهد بالقاعدة عالي، وبالباعث المشترك عالي جدا. معامل تكبير القدرة بالقاعدة المشتركة متوسط، وبالباعث المشترك عالي. إذن أي أفضل؟ الأفضل الباعث المشترك. طيب هنا مقاومة المدخل منخفضة والمدخل باعث. مقاومة المدخل منخفض اللي هي مقاومة القاعدة. طيب مقاومة المخرج والمخرج مجمع، مقاومة المخرج عالية، وهنا برضه مقاومة المخرج عالية. زاوية الطور بالقاعدة المشتركة صفر، وزاوية الطور بالباعث المشترك 180. طيب تيار الخروج هنا تيار مجمع، وتيار الخروج بالباعث المشترك برضه تيار مجمع. إذا الخروج يا شباب واحد، مجمع مجمع. طيب هنا تيار الدخل بالقاعدة المشتركة باعث، وتيار الدخل بالباعث المشترك تيار قاعدة. إذا تيار الخروج واحد، تيار الخروج واحد، خرج مجمع، خرج مجمع، دخل باعث قاعدة. إذا شباب إذا كانت القاعدة فالمدخل لها بباعث عكس، وإذا كان باعث فالمدخل لها ايش؟ قاعدة. طيب نجي بس نحل شباب، طبعا هذه الحلقة مسجلة باسم رواد مدارس رواد اليمن الدولية النموذجية. طيب لو حلينا تمارين عامة شباب، لو قلنا تمرين رقم واحد وسهلة جدا، وده جاء سنة 2005، ايش قال لي؟ في دائرة للتكبير بالقاعدة، إذا لابد لما أحل مسائل لابد أحدد نوع الدائرة، إذا الدائرة قاعدة، وإذا كانت الدائرة قاعدة المدخل باعث، إذا كانت دائرة قاعدة المدخل باعث، المخرج هو مجمع. طيب كان شدة التيار الباعث 40 ملي أمبير، 40 ملي أمبير، وشدة التيار المجمع، طبعا تيار الباعث تيار دخل، وتيار المجمع تيار خرج، وشدة التيار المجمع 32 ملي أمبير. طيب طبعا وحدات القياس واحدة ما نحولش، احسب شدة التيار القاعدة، وإذا علمت أن مقاومة دائرة الباعث، دائرة المدخل، مقاومة المدخل 100 أوم، ومقاومة دائرة المجمع 100 كيلو أوم، هنا حنحول. طيب فيحسب معامل تكبير التيار والجهد والقدرة. إذا عندي أربع طلبات. طيب نكتب المعطيات شباب. التاء أوكي، هنا حولنا تاء 40 في 10 أس 3، حولنا من ملي أمبير إلى أمبير، ولا خليها للاختيار. وتاء سي 32 في 10 أس 3 أمبير. طيب المطلوب مني إيش؟ تاء البي، هذا الطلب الأول. طيب وعندنا ميم الإي مقاومة الباعث 100 اوم، ومقاومة المجمع 100 كيلو اوم، 100 في 10 اس 3 ويصبح كيلو اوم. طيب اذا تيار القاعدة عندنا اخذنا الدروس الماضية ان تيار الباعث يساوي تيار القاعدة زائد تيار المجمع. طيب حننقل الان تيار المجمع الى الجهة الاخرى بإشارة مخالفة، حيبقى تيار القاعدة يساوي تيار الباعث ناقص تيار المجمع. طيب حيبقى عندي تاء البي
40 في 10 أس سالب 3 اللي هو التاء الباعث ناقص تيار المجمع 32 في 10 أس سالب 3. هناخذ 10 أس سالب 3 عامل مشترك ونطرح 40 ناقص 32 حيبقى 8. إذن حيبقى تيار القاعدة 8 في 10 أس سالب 3 أمبير، ولا نخليها 8 ملي أمبير. طيب بعد ذلك معامل تكبير، معامل تكبير التيار، معامل تكبير التيار، معامل تكبير التيار سوي تاء السي على تاء الإي، تيار الخرج على تيار الدخل. تيار الخرج 32 في 10 أس سالب 3، وتيار الدخل اللي هو الباعث 40 في 10 أس سالب 3. طيب ممكن نختصر 10 أس سالب 3 ب 10 أس سالب 3 أو نرفع بإشارة مخالفة، وحيختصروا معاه حيبقى 32 على 40 حيبقى 8 من 100 بدون وحدة قياس. لماذا؟ لأن معاملة التكبير ليست لها وحدة قياس، لأن النسب بين كميات من نفس النوع أمبير على أمبير، والأمبير مع الأمبير اختصرناه. طيب رقم 3 معامل تكبير الجهد. لدينا قانون معامل تكبير الجهد اللي هو تاء السي في ميم السي على تاء الإي في ميم الإي. تاء السي 32 في 10 أس سالب 3، وفي مقاومة السي 100 في 10 أس سالب 3 لأنه حولنا هذا ميم السي عندنا 100 كيلو أوم، حولنا 100 الكيلو أوم، وعندما يعطيني كيلو أوم أضرب في 10 أس 3 صغرت أكبر. طيب التمرين رقم 2. طيب في دائرة الباعث المشترك، إذا عندي باعث مشترك لابد نحدد الدخل والخرج، حيبقى الخرج مجمع والدخل قاعدة. كان تيار المجمع 10 ملي أمبير وتيار القاعدة 10 أس سالب 5 أمبير. خلي بالك هنا أمبير عندنا هنا أمبير وملي أمبير، إذا الملي لابد أحوله إلى أمبير ونضرب في 10 أس سالب 3 في 10 أس سالب 3. فإذا علمت أن مقاومة مدخل الدائرة، مدخل الدائرة قاعدة 1 كيلو أوم، ومقاومة مخرجها 25 كيلو أوم، أحسب كل من معامل تكبير الجهد ومعامل تكبير القدرة. طيب نكتب المعطيات. تيار المجمع 10 في 10 أس سالب 3 أمبير لأن حولنا الملي أمبير إلى أمبير، وتيار القاعدة 10 أس سالب 5 أمبير. طيب مقاومة البي، مقاومة المجمع 1 كيلو أوم، ومقاومة مخرجها 25 كيلو أوم، ما عاد نحولش، ممكن أخلي ممكن أحول. طيب احسب
معامل تكبير الجهد ومعامل تكبير القدرة. طيب هيبقى معامل تكبير الجهد ميم جيم، رمزنا له ميم جيم، هيبقى تاء السي في ميم السي على تاء البي في ميم البي، هيصبح 10 في 10 أس سالب 3 في 25 في 10 أس 3 على 10 أس سالب 5 في 10 أس 3. طيب نختصر 10 أس موجب 3 مع المقام لنحرفع. طيب ونرفع الآن ذا يبقى 10، أو نقول 10 أس سالب 3 مع 10 أس موجب راح، هيبقى عندي 10 في 25 ونطرح طرح جمع ضرب الأسس طرحها 10 أس سالب 5 في 10 أس موجب 3 يصبح 10 أس سالب 3، نرفع إلى الأعلى. طيب 10 في 5 ب 250 وفي 10 أس كام؟ 2، وليست له وحدة قياس لأن معاملة التكبير ما لهاش وحدة قياس. معاملات التكبير ليست لها وحدة قياس. طيب معامل تكبير القدرة عبارة عن معامل تكبير التيار في معامل تكبير الجهد. نوجد معامل تكبير التيار، هيبقى معامل تكبير التيار تاء السي على تاء البي، 10 في 10 أس 3 على 10 أس سالب 5. طيب نرفع إلى الأعلى يبقى 10 تنزل و10 سالب 3 في 10 أس 5 وضرب الأسس جمعها، إذا هيبقى 10 في 10 أس 2 يعني يبقى 1000. طيب الآن نوجد معامل تكبير القدرة. يبقى معامل تكبير القدرة عبارة عن معامل تكبير التيار في معامل تكبير الجهد. معامل تكبير التيار 10 في 10 أس 2، ومعامل تكبير الجهد اللي هو 250 في 10 أس 2. طيب 10 في 250 ب 2500. طيب عندي ضرب الأسس جمعها 10 أس 2 و10 أس 2 هيبقى 10 أس 4، هيبقى 2500 في 10 أس 4، وليست لها وحدة قياس لأن معاملات التكبير ليست لها وحدة قياس لأنها نسب بين كميتين من نفس النوع. طيب تمرين رقم 3 شباب نفس تمرين رقم 2، قاعدة مشتركة. رقم 3 في دائرة تكبير القاعدة المشتركة نفس التمرين الأول. طيب رقم 4 جاء 2010 وبطريقة القاعدة المشتركة نفس تمرين رقم 2 رقم 1 ورقم 2. طيب معنا شباب تمرين واجب، هذا تحل واجب كواجب منزلي داخل البيت في دائرة التكبير بطريقة القاعدة المشتركة. إذن القاعدة المشتركة كان تيار البع 80 ملي أمبير وتيار القاعدة 16 ملي أمبير، لا أحول. فإذا علمت أن مقاومة دائرة البع 100 أوم ومقاومة المجمع دائرة المجمع 100 كيلو أوم، احسب معامل تكبير التيار القدرة، معامل تكبير جهد، معامل تكبير التيار. وأول حاجة احسب معامل تكبير التيار ثم الجهد ثم القدرة، وأضرب معامل تكبير الجهد في التيار يعطي لنا معامل تكبير القدرة. طيب برضو شباب تمرين رقم 6 جاء اختبار 2012 ودائرة بعث مشترك نفس التمرين رقم 2، نفس التمرين رقم 2. طيب ذا هنا تعريف ومصطلحات الوحدة الثالثة، لخصنا كل تعريفات ومصطلحات الوحدة الثالثة هنا. ما هو تعريف اشباه موصلة نقية؟ هي جميع عناصر المجموعة الرابعة من الجدول الدوري وهي رديئة التوصيل للتيار الكهربائي. طيب أشباه الموصلات غير النقية هي جميع عناصر المجموعة الرابعة من الجدول الدوري برضه المطعمة بنسبة ضئيلة من شوائب من الشوائب وتصبح جيدة التوصيل للتيار. هذا نفسه. طيب معانا هنا الوصلة الثنائية التحام بالورتين بي و ان، الجهد الحادث فرق الجهد الذي يكفي لمنع عبور الالكترونات من البلور السالبة إلى البلور الموجبة. وهذه تعريفات قدر متضمنة ضمن الشرح، بس هنا لخصناها وعملناها في جدول واحد. عندنا هنا معامل تكبير الترانزستور بشكل عام، والتكبير هو إشارة
خرج على إشارة داخلية. طيب هو النسبة بين الإشارة الكهربائية الخارجة إلى الإشارة الكهربائية إيش؟ الداخلية. طيب وبعد هنا جدول بالقوانين، قوانين الوحدة، تيار باعث، تيار مجمع، تيار قاعدة. طيب هنا في لابد تعمل إشارة سالبة وهنا إشارة سالبة، في هنا أخطاء أعمل إشارة سالبة. طيب وبعد ذلك معامل تكبير التيار، معامل تكبير الجهد، معامل تكبير القدرة بالقاعدة المشتركة والباعث المشترك. طيب هنا شباب هذه الأسئلة الوزارية التي وردت في مواضيع الوحدة الثالثة، كلها تعليلات واجب عليك. طيب دورنا شباب إجابات أسئلة تمرين الوحدة الثالثة، عندنا تقويم في الوحدة الثالثة جاوبنا عليها، هذا سؤال يكمل فراغ، سؤال ضاع علامة صح وخطأ، سؤال اختار الإجابة، هذا تقويم الوحدة مجاوب عليها من السؤال الأول حتى السؤال الأخير، وهذا هنا برضو هذه كلها إجابة لأسئلة تقويم الوحدة. طيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وانتهينا من الوحدة الثالثة، وهذه الحلقات خاصة بمدارس رواد اليمن الدولية لطلاب المرحلة الثانوية القسم العلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.